كم انا متحمس لحلقه اليوم يا جماعه الخير. قولي ليش عبادي ليش 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 متحمس ليش؟ زي ما انتم عارفين يا جماعه الخير انا سويت حلقات كثير عن تحطيم ارقام قياسيه مسجله في في في, في موسوعه جينيس يا جماعه الخير مسجله وفي مواقع مسجلتها انه هذه الارقام محطم من الناس زي كذا جاء عبادي وحطمها. فالاشياء هذه ما صارت تعبي راسي يا جماعه الخير انا راسي كذا صار يا الله ايش الاشياء هذه التافه يا عبادي لازم تسوي اشياء حلوه. فقبل فترة طلعت الفكرة أني أسوي أرقام قياسية خاصة فيني. نعم أي رقم كذا في بالي حاب أحطمه وينفتح كذا الرقم قياسي لأي واحد يحطمه عادي روح تروح عندي رقم مقطع هذا المقطع جماعة الخير روح تابعه وحطم أرقامي وتعال المقطع اليوم مقطع اليوم بعد راح نسوي نحطم أرقام قياسية جديدة. اليوم بإذن الله راح نجيب أرقام قياسية خاصة فيني وراح أحطمها وأبي أحد يحطمها منكم. المقطع هذا موجه لك يا عزيزي المتابع اذا حاب تحطم الارقام هذه بالعافيه عليك. انا هذه الارقام حطمتها وابي احد يحطمها ما سويت ارقام كذا عبث. نعم فبدون اي مقاطعه خلينا نفجر المقطع هذا لكاتلي انه انا احبكم والله يا جماعه انا انسان احبكم جدا وقربنا نوصل 900,000 ما قربنا كثير يعني بس انه قربنا نوصل المليون واو جيب درع مليون احبكم والله بدون مقاطع لايك جدا مهم الله يسعدك سوشيال ميديا راح تلاقيها تحت بالذات تويتر بالذات تويتر 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 اوكي اسمعني 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 هذا الشيء الرهيب اسمعني الشيء الرهيب هذا اليوم راح يصير في سحب على حسابين ماينكرافت عندي في التويتر تعال عندي هناك ما بيطول عليكم خلينا نقول بسم الله ندخل الحل ندخل في الرقم القياسي الاول اللي لازم نحطمه في اقل رقم ممكن طبعا عندي 3 محاولات انا اختار منها اللي ابي ولكن اذا كنت مرتاح في اول محاوله اقول لكم هذه راح نثبتها يا جماعه الخير اول رقم قياسي عندنا اللي هو اسرع موته من سكيلتون فاقول بسم الله ونشوف كم الرقم اللي راح نجيبه يلا بسم الله وخلينا نقول بسم الله ونبدا انا كذا جاهز عندكم تايم فوق هنا راح نبدا وما ندخل العالم راح نقفله بعد ما او قبل بعد ما نخلص التحدي نقدر نقول زي كذا خلينا نبدا كذا نحط كذا اسكي خلينا نقول بسم الله ونبدا انا كذا جاهز يا رب عفوا تايمر وقف ايوه يلا بس نبدا راح نبدا التايمر اوكي بدنا تايمر بدنا تايمر بدنا تايمر يا رب نبي كيف نبي كيف نبي كيف احنا بس نبي اقرب كيف ممكن نشوفه في المنطقه هذه ما احب المقاطع مقاطع ما احب المناطق هذه اخ جدا ما احبها المسات صعب تلاقي فيها كيف مو مناطق مسكره و تعال عضني انت هيئني عشان الاقي سكرتون سريع خليه يطقني موتني ايوه تكفى كيف تكفى كيف تكفى كيف تكفى تكفى قول لي كيف كيف ماي لا ما نبي كيف ماي لا تكفى ما نبي كيف ماي لا 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 ما نبي كيف ماي تكفى لا مسكر بوجي بعد مسكر بوجي لا والله الشكل يا جماعة الخير ما راح تجي من اول محاولة يعني انت عض 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 براحتك عض براحتك عض براحتك كيف ماي؟ ابي بس يطلعني على المكان انه يعني ما ظنتي كله كيف ماي يا رب تطلعني كذا بمكان كذا يكون ما في كيف ماي اظن من المحاولة الاولى محاولة باقي عندنا محاولتين يا جماعة الخير باقي محاولتين بس ما نبدا بداية زي كذا نبدا بداية قوية سريع سريع شوف محاولة ثانية شوف محاولة ثانية ما نتسرع يا جماعة الخير ما نتسرع نروح المحاولة الثانية نقول بسم الله كريت اسكي تو بسم الله كريت يا رب كيف هذا اللي احتاجه كيف فقط كيف حلو الباقي عندي فعليا عندي الباقي بسم الله تامر ليتس جو مكان جدا سيء ما ادري ايش قاعد يرصبني في اماكن ما احبها مرة ولكن انا ابي كيف ايش قاعد يحطني بكيف ماي ما ادري بعد هذا حظي التعيس ما ابي ادخل بالكيف ماي واتعب نفسي واطلع واضيع وقت فهمت علي كيف؟ يب هذا كيف هذا كيف هذا كيف رهيب هذا كيف رهيب هذا كيف رهيب هذا كيف رهيب اوكي اوكي بعدين اهم شيء دمج نفسك بس انت بتموت هذا سكرتون شايف سكرتون شايف سكرتون انا شايف سكرتون تكفى اقتل 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 اقتلني تكفى تعال ايوه اقتل سكرتون سكرتون كمان اقتلني سكرتون سكرتون اقتل سكرتون اقتل لا لا مت مت من الزومبي مت من الزومبي والله مت من الزومبي ما ابي رقم زي كذا حسافه حسافه كان راح يروح كان راح يكون رقم اسطوري والله كان راح يقول كان رقم اسطوري يلا ما عليه ما عليه لازم نتعب بالبدايه نتعب بالبدايه عشان نرتاح بعدين اخر محاوله المحاوله الاخيره خلينا نقول بسم الله اكتب اس كي 3 يلا ليتس جو انا جاهز انا جاهز كيف رهيب هذا الابي كيف رهيب بس فقط انا كيف رهيب بوين رهيب عشان قد ساعه ندور على الكيف بسم الله بدينا حلو حلو باين الان المكان رهيب ليش؟ أنا أقول لكم هذا المكان واسع. بدنا نشوف وين في كيف. بدنا نشوف وين ممكن يكون في كيف. ونزل سري سري. أوكي
اوكي الان مو باين عندي ولا شيء. تكفون تكفون، لا نبي كيف حنا، لا جدا نبي كيف. ايوه يا رب يا رب، هذا كيف 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 كيف. اوكي اوكي سكوتن تكفى، اقرب سكوتن 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 تكفى تكفى سكوتن. ايوه تكفى، بعد 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 طق طق، بعد طقه بعد طقه بعد طقه بعد. اوكي اوكي اظن الرقم 44 ثانية، ما ادري 44 ثانية 43 ثانية. حلو جدا، مرتاح في الرقم هذا جدا جدا يا ربي الحمد لله. حلو والرقم جبناه، حلو حلو، كان ضغط علي جدا. اوكي لان هي بالحظ تعتبر ثبت العاط هذا جدا جدا تعتمد الحظ. طيب الرقم الاول جبناه، مره مستانس عليه، نروح الرقم اللي بعده ونقول بسم الله. طيب التحدي الاول كان جدا صعب صراحه، مو جدا صعب، يعتمد الحظ، حظنا ما كان جدا كويس. طيب نروح للرقم اللي بعده. طيب الرقم اللي بعده اللي هو اسرع وقت توصل فيه للبدروك تحديث 1.18، هذا جدا بعد يعتمد الكيف. اذا عندك كيف عندك بيكاكس امورك جدا تمام، تروح تنزل لكيف كذا جدا كبير، تنزل تحت تبدا تحفر لين ما توصل للبدروك، وانت حظك عاد اذا طحت في لافا ولا ما طحت في لافا. يا رب نجيها من اول مره ونشوف كم راح نقدر نجيبها. يا رب من اول مره، ابي من اول مره، ابي من اول مره، معليش بس ابي من اول مره. نقول بسم الله، نعطيها محاوله. خلينا نقول بسم الله، اول شيء نسوي ريست للتايمر، نسوي كرييت، نكتب بيد ار 1، هذه محاوله رقم 1. خلينا نقول بسم الله نبدا. اوكي اول شيء تجميع شجره. طيب اول شيء اجمع، اول شيء تجميع شجره. اوكي لما نسوي البيكاكس. اوكي لا لا يستهبل، لا يستهبل صح. طيب شايفين الارتفاع، ارتفاع 200 يعني حاطني في اعلى ارتفاع، وقال لي يلا ابن امك تجيب الرقم هذا في رقم. بحاول 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 جمعتها، بحاول بحاول انا بحاول، ممكن اطيح لي بكيفن رهيب بس ما ظنيت والله، ما ظنيت المحاوله هذه رايحه 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 كذا بلاش، صدقوني رايحه بلاش صدقوني والله. يا حال حاطني في اعلى في اعلى قمه في ماينكرافت، تبيني انزل. قهرني قهرني قهرني، ضغطني يا جماعه، ضغطني ضغطني مره مره ضغطني. انقلع انت. اوكي كذا كذا كذا، اعطنا حبه بيكاكس، اعطنا بيكاكسين مره واحده. طيب كيف نبي كيف نبي كيف نبي كيف. لا لو طحنا بكيف بس ما ظنيت نطيح كيف في ثلج والله يا جماعه الخير. كم صار لي العب ماينكرافت 1.18 الى الان؟ دي اول مره، فين اول مره رسمني في مكان عالي زي كذا عشان تعرفوا حظي الجميل الرهيب الاسطوري. يا سلام ايوه وطحنا يا ايوه يا عيني. لا كذا اكتملت، لا كذا اكتملت الرقم رايح رايح. نروح للمحاوله الثانيه، الله يقطع معنا. ونروح للمحاوله الثانيه ونقول بسم الله يا رب انه يجينا شيء طيب، ما يجيب لي فوق كذا مره بعيد. يلا ابن امك جيب الرقم، يلا قربنا 3 2 1 ليتس جو ليتس جو. ناظر حالنا بس على كيف كبير. يسعد لي جوك، هذا اللي ابيه، هذا هذا اللي ابي، هذا اللي ابي. بس بعد يوصل للشجره اللي فوق بس بس اوصل لها بس بس شوي 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 بعد. اوكي ثلاث خشبات اظن تكفي، سوي لي بيكاكسين ستون، بيكاكس بيكاكس خشب واحد يكفي، بيكاكس بيكاكسين بيكاك بجيب اربعه بجيب اربعه بجيب اربعه بجيب اربعه، ليش راح تشوفوا ليش. اوكي انا بدي اربع حبات. اوكي اوكي زي كذا، سريع الكيف سريع الكيف سريع الكيف سريع الكيف سريع الكيف. بعدين بدي اسوي الكراتين بس سريع، طب على هذه ليتس جو، كمل 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 يا عبادي كمل، طب على هذه سد لي جوك. ايوه حلو جميل جدا. اوكي بتخلص من من ال بس خلص مسك. ماي دايز. اوكي لازم ننزل هنا. ماي دايز الان ما حد تفجر، لا ما حد تفجر. اوكي نمسك على نفسي زي كذا، يطقني من بلوكة واحدة يا عيني. اوكي راح اموت راح اموت راح اموت راح اقول لك راح اموت. سلطوا علي كل الموس سبحان الله. كذا كذا ثلاثة سويت سلاب، يا سلام علي الله يسعدني ويرزقني العافية. اوكي ثلاثة السريع بيكاكس كابل ستون، نكمل نكمل نكمل. واي خمس واي سالب 35. اوكي نكمل نكمل، انا ابيها يا رب يا رب. الرقم الان تمام، نقدر نقول تمام نقدر نقول تمام. اوكي اوكي تكفى، بس ما نبي نسمع صوت لابا، بس ما نبي نسمع صوت لابا. البسات هذا شو اسمه، هذا شو اسمه البلوك، والله ما ادري شو اسمه بس انه غثيثه جدا جدا غثيثه. قرب اظن هي بالستينات الواي البدرك بالستينات تقريبا، بركز عشان ما طف لافا. بدرك ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اظن حول الدقيقتين
دقيقتين وخمس ثواني كذا يعني. حلو حلو، انا مستانس في الرقم صراحه، ابيكم تحاولون. والله يتعدى من الحظ يا جماعه الخير، ما بي اسوي رقم زياده واحاول زياده لانه داري انه صعب، انا عارف انه صعب، عارف. الرقم اللي بعده، الرقم القياسي اللي بعده، اسرع وقت تجيب فيه تفاحه من الشجره. او ماي ديز، عز شوي كذا في تحدي شويتين، وهذا اللي ابي، هذا الاشياء اللي ابيها، ابي اشياء فيها تحديات يا جماعه الخير. خلينا نقول بسم الله ونجرب ونشوف بكم راح نقدر نجيب تفاحه من الشجره. خلينا نقول بسم الله. المحاوله الاولى يا جماعه الخير، خلينا نقول بسم الله. انا جاهز، ناخذ هواء سريع سريع، نبدا نكسر في الشجره ولا انا مو كذا. دقيقه ناسي انا. اظن يا جماعه الخير اكس، نبدا نكسر في الشجار لان الهو. دقيقه بجرب شيء على السريع. ثلاثه، خلينا نكسر ثلاثه. اوكي زي كذا كذا. والله اني بذل الرقم هذا وماني مخطط له ابدا. اوكي الهو يكسر اسرع ولا يدي؟ اظن هو اسرع، الهو اسرع. يبقى الهو اسرع، الهو اسرع. صار التفاح سريع. نبي تفاح بس وقت يعني، ممكن لو كنا سوينا هو ستون كان فرق معنا ممكن شويتين. مشكلة الان ما طيح لي ولا ستيك. اوكي ستيك ليتس جو، بس الاوك ما يطيح تفاح يا عبا. تفاح تفاح ليتس جو ليتس جو. اوكي 47 ثانية، 47 ثانية يا جماعة الخير. حلو حلو، بس بيعطيه محاولة ثانية، بيعطيه محاولة ثانية لأنه بجرب شيء ثاني. اوكي ونشوف. 47 ثانية أظن جدا رهيب، حبيت الرقم جدا حبيته، بيعطيه محاولة ثانية. نجرب ونجرب ايزي، ليش لا ليش لا ليش لا. ابل 2 وليتس جو على السريع، متحمس ودي اجيب رقم اقل. نحاول 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 اسرع يا رب حظي زين. ليتس جو. اوكي مكان جدا رهيب، خشب اوك، اجمع ثنتين بس ما اقدر اجمع ستون اظن، الوضع راح يتاخر اكثر، فخلينا على الخشب. اضمن واسرع. ما قدرنا للاسف، للاسف ما قدرنا. محاولة ثالثة على السريع كذا، محاولة ثالثة، محاولة ثالثة، محاولة ثالثة واخر شيء خلاص عشان اطمن. ابل 3 محاولة ثالثة، 47 ثانية حلوة، ولكن بنحاول نجيب رقم حلو افضل من 37. ودي اجيب 30، حول ال 30 احس راح يكون شيء جبار صراحة. اوكي جاهز انا. اوكي بايم خايف زي وجهي، يعني يقول لي يا عبادي اقرب وجهك وما في تجيب الرقم هذا، وانا اتفهم هذا الشيء. وتخيل لو كان التحدي حق البدرك كان جبنا ايزي. المهم التحدي خلاص، قايل لعبادي كرش اقلب وجه خلاص، يكفيك 47 ثانية خلاص، انا اكتفي ب 47 ثانية يا جماعة الخير. روحوا التحدي اللي بعده. ايش فين اقول التحدي؟ الرقم القياسي اللي بعده، بسم الله. الرقم القياسي اللي بعده يقول لك اسرع وقت تموت فيه من الجاردين، يعني لازم ادور على جاردين ولازم اموت منهم. حلقات اليوم فيهم موتات كثيرة، فهنقول بسم الله ونشوف بكم راح نقدر نجيب الرقم هذا. اوش لازم تقارب، لازم تشوف بحر يكون فيه جاردن، انتو حظك حد يعني. خلينا نقول بسم الله. تبقى جارد 1، ليتس جو ليتس جو ليتس جو يا رب. بلينز ولا ديزرت وصحراء ولا بحر قدامها، هذا اللي ابي. 3 2 1. اوكي في بحر في بحر في بحر في بحر، ليتس جو ليتس جو ليتس جو. انقص الشجره هذه وسريع سريع ننطلق. هذه نايس، حبة ذي عز اقول ليش شكلها كذا. بعد حبة عن الخاطر عن الخاطر عن الخاطر عن الخاطر عن الخاطر على السريع كذا. ويت رافتنج كذا، هارب ليتس جو يا عبادي ليتس جو ليتس جو ليتس جو. يا رب في جاردن قريبة، يا رب يا رب يا رب في جاردن قريبة، يبي جاردن قريبة. اوكي التحدي وقت طويل مو وقت قصير راح يكون، لانه فعليا هو عبارة عن لفلفة وتدوير، يعني نتمنى انه يكون في جاردن قريب، ونتمنى اني قاعد امشي في اتجاه يكون في جارد. هذا اللي ابي. او ماي جاد دقيقة، ايوه هذا اللي ابي عشان اقدر اشوف زين. يا رب جاردن يا رب جاردن. دلفين والله تعال تعال، دلفين 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 تعال، انت اسرع انت اسرع انت اسرع. اي تكفى 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 دلفين، انا هنا اعطيني اعطيني اعطيني. اي تكفى تكفى بعد 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 تكفى، انت اسرع اسرع تكفى. اي اي تكفى تكفى تخليني، ها تكفى تخليني. جاردن 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 جاردن، ليتس جو ليتس جو ليتس جو. في جاردن هناك، في جاردن. تكفى تكفى دلفين دلفين، خليك مكمل معي، خليك مكمل معي دلفين. كمل جميلك كمل جميلك كمل جميلك كمل جميلك يا وسخ، كمل جميلك. تعال تعال كمل جميلك. تكفى تكفى تعال 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 تعال. صورتي صورتي صورتي، لا بتنفس بس بتنفس بتنفس بس بتنفس. تكفى كمل جميلك دلفين، كمل جميلك كمل جميلك. الله لا يعطي ابليسك عافيه، الله لا يعطي ابليسك عافيه دلفين. يا ويل يا بعدهم بعده، وراح الدلفين الله لا يعطي ابليسه عافيه. اخ الرقم جدا راح يطول، يبي له محاوله ثانيه مستحيله ذي، ولكن دائما وصلنا وصلنا. خلينا نجرب ليتس جو. ثلاث دقائق. جدا الرقم سيء،
جدا. احس اقدر اجيبها اقل من كذا، ولكن تعتمد الحظ. عبد الفت في الوسخ اللي سحب على الجميل حق الطانيه. انا حامي محاوله ثانيه، ليتس جو، نحاول محاوله ثانيه. احس اقدر اجيب رقم افضل، لانه احس صار في خذلان، صار في خذلان من الدلفين. الله يهديك، كلهم الدلفين. اوكي جاهز، نبي زي المحاوله ذيك. بحر كان حلو، ولكن نبي بحر يكون جاردن اقرب كذا، يكون حظ حلو نلاقي جاردن اقرب. ليتس جو ليتس جو. اوكي وات وات، يستهبل يستهبل. اوكي اوكي عبادي، كسر خشب، كسر خشب ولاقي جاردن. ما ادري كيف راح الاقي والله، اول مره في حياتي رسبني زي كذا. اوكي اوكي، انا فجاه ارتبشت، ما صرت اعرف ايش اسوي. ليه ما صرت اعرف ايش اسوي؟ وين في جاردن هنا الحين حوالي؟ اوكي كمل 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 عبادي، كمل كمل. مالك ست كم؟ 1 2 3 4 5 6 8 دوري واربع الكرافتنج. يا ويل قلبي والله بنت. رسبنا في البحر شيء حلو، ممكن نطلع بمحاوله جد رهيبه. انت علي كيف؟ جست يكون فيها اشياء الجستات هذه. تكفى تكفى تكفى. اشياء ابو كلب جدا، اشياء ابو كلب جدا، وما من امها فايده. دقيقه ايوه، حط دي 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 منها فايده اكثر، يعني اربع ايوه زي كذا. كرافتنج اوكي، هات كذا بوت، ليتس جو. في اتجاه اروح؟ في اتجاه؟ في اتجاه؟ في اتجاه؟ والله ما ادري، الله اعلم والله اعلم. يا رب يا جاردين، يا ويلي جاردين، يا ويلي جاردين 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 جاردين. دي كانت 3 دقائق صح؟ ما ظنيت، ما ظنيت الحق، ما ظنيت الحق قبل 3 دقائق. اظن اظن الحق قبل 3 دقائق، اظن 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 اظن. اصبر شوي، لازم اوصلها بسرعه، ما ظنيت اوصلها بسرعه. يوروني ماشي من هناك لهنا سريع سريع. يا ويلي، هي حظ والله، حظ والله حظ. ما ظنيت ب 3 دقائق، اكثر من 3 دقائق حتى، تدرون والله انه مشكله. اقتلوني 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 اقتلوني. بسرعة 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 بسرعة. بعد 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 عد عد بعد. اوكي اوكي، اقل من 3 دقائق. اهم شيء اقل من 3 دقائق، دقيقتين و56 ثانية أو دقيقتين و57 ثانية، أهم شيء قبل 3 دقائق. جبت الرقم اللي قبل، أنا كذا أكتفي صراحة يا جماعة الخير. العاب يجيب أقل من كذا، بالعافية عليكم، جيبوا الرقم وخذي بوسة بعد معها، بالعافية عليكم. روح للرقم اللي بعده. الرقم اللي بعده يا جماعة الخير هو أسرع بلوك قدام، راح يكون بس معي بكاكس دايموند فعليا فقط لا غير، وأدور على 9 حبات دايموند. 1 2 3 4 9 حبات، يب 9 حبات يعني بلوك. بس جبت 9 حبات يعني خلاص نعتبر اني جبت البلوكين. ونقول بسم الله، جرب شوف كم راح نجيبه على السريع. كرياتيف كرياتيف، حط كريات، نحط كرياتيف عشان نسوي ناخذ البيكاكس سريع سريع، ونبدا بحث على الدايم. يا رب يكون كذا كيف رهيب اسطوري. او اني سريع بنزل تحت ممكن لا يطيح عليك. طيب ناخذ البيكاكس بنبدا التامر. اوكي يا عيني، المكان ابو كلب جدا، لكن حجرب طريقه انزل تحت هذه. اوكي انا جاهز، انا جاهز. ودل التامر ليتس جو. ما ظنيت الاقي كيف صراحه، ما اضمن اني الاقي كيف ذا المكان ابدا ابدا. والله ممكن الاقي كيف هناك، يرون خلينا نروح نروح نروح. يا رب كيف حلو كيف سيء كذا، قال لكم ما اضمن. انزل تحت، متفائل متفائل متفائل. نزل مستوى 11 او 10، نحفر يمين يسار. يوه ايوه، احنا في هذا 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 اللي هذا اللي ما كنت حاسب حساب. اوكي يكفى، ينزلني بعد اخر، نزلني نزلني. اوه ماي ديز، دايموند 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 دايموند. ليتس جو ليتس جو. والله بروح لك لو ايش، والله بروح لك لو كنت بعيد مليون بلوك. مو ذي الدرجة بس انا بروح لك. ليش ليتس جو ليتس جو ليتس جو. 50 ثانية ولقينا حبة دايموند، كم 50 ثانية؟ دقيقة اوكي اقرا، ها اقرا 50 دايموند دقيقة. واتعب عادي، ما ادري ايش قلت انا، بس اني قلت شيء غلط، يعني قلت شيء جدا غبي. طيب بنط على ذيك، يلا انت حيه وتبقي مش المكان الجميل. حبه دايموند حبه دايموند حبه دايموند حبه دايموند. ليتس جو ليتس جو، اطلع لهم. تكفى تكفى تكفى، سحبات يا رب يكون اربع حبات، ذي اربع حبات. يا رب يا رب، اتمنى اتمنى هذا الشيء. واحد اثنين حلو، ثلاث حبات. طيب نحاول ندور على الزياده، ادخل داخل انا احس اني ما راح الاقي. الاماكن المفتوحه احس انه حظ افضل، ما ادري ليش، يعني في عندي امكانيه اني الاقي دايموند اكثر. برجع برجع بطلع. ايوه دايموند 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 والله دايموند والله دايموند والله دايموند دايموند. كم حبه؟ حبتين. ليتس جو. ثلاثه
خمسة 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 بقي أربعة بقي أربعة بث أربعة بدام بقي يا جماعة الخير أربعة بدام بعدين حش نحش عبادي بدهرب 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 قلبنا 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 قلب أنا قلب أوكي نمت 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 من ناكل دامد هاي جماعة الخير بهاي تكفون أربع حبات حبة حبة تكفون يا رب أكثر من حبة يا رب ناكل من حبة واحد ها حبة وعدة حبة وعدة أنا بزيادة تكفون واي كم أوه ماي ديز ديز مور دامد بليز دامد زقو اسقو اسقو حبه بقى نحبه اخ يا حظي اخ يا حظي لو انه كمل فزت سكلتون والله لقيت حبه دامت راح اسبها خلاص حسبته 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 معلش الرقم تم التعديل عليه الرقم هو انك حتى لو لقيت دامت اهم شيء جبت تسحب 4 دقائق و55 ثاني يا جماعة الخير هذا كان الرقم حقي بالعافية عليكم وأنا ضربت على قلب واحد عانيت جدا أنا جدا ما أبي أحاول أنا مسلسل في الرقم هذا عادي حابة تحط الرقم هذا روح حطم أقل من 4 دقائق عاد أنتو حظي المهم روح للتحدي البعد أوه ماي جاد أحس الرقم البعد راح يجنني ليش أنا أقولكم أسرع وقت تلاقي فيه خفاش وتكتب أنا ليش حطت الرقم هذا أنا ما أدري والله إني أنا عن نفسي أنا ما أدري ليش راح جلطة التحدي هذا جدا أوكي خلنا نقول بسم الله نجرب بات ونقول بسم الله ونشوف الرقم ونشوف الرقم هذا ونشوف الرقم ونشوف ايش وضعه يا رب نلاقي كيف كذا صغيرون كذا حلو كتكوت صوت البات بعد يا سلام هذا كيف كبير اوكي المكان جدا سيء ولكن يؤهل انه نلاقي فيه بات دقيقة يعني الاوفي اوفي مرة عالي عندي نزلته كذا سريع سريع يا ويلي البوي من رهيب يا ويلي البوي من رهيب انا بس باخذ لي سيف بس اللي احتاجه اظن سيف فعليا سيف واموري مرة تمام اوكي يا ويلي كذا عطنا حبة سيف ابدا عبادي ابحث عن كيف ابحث عن كيف يا عبادي هذا اللي تحت ما ممكن الاقي كيف الحين ممكن الاقي كيف المشكلة اوه 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 تكفى 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 اقرب خفاش خفاش صار دقيقتين الوقت خلاص فعليا راح نروح المحاولة الثانية هذا المكان رهيب والله والله هذا امسك السيد لا عليك نروح المحاولة الثانية يا حرام والله المحاولة رقم 2 يا رب خفاش هو ما ادري رصب انه دائما رصب الكيف سبحان الله بس انه على حظ كذا يعني قاعد يتغلى قاعد يتغلى علي عليه اتغلى مره ثانيه كان جدا رهيب لو الاقي هنا ايوه يا عيني خلاص ما ادري ايش اخذت ثوري ولكن نلبس دي نبي كيف نبي كيف نبي كيف بس نبي كيف بس السيف هذا لك باك يا ويلي بيطير ام الخفاش بقدر الحق اسها عسها يلا في خفاش اللي جبت فين العيد 2019 2020 خفاشات خفاشات شاشيت خفافيشات خذ تعال يا وسخ تعال تعال يا وسخ لا 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 قلبي ليش 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 الحظ هذا ليش خفاش شكله باليوم ما راح يبين يجيب رقم حلو الله لا يطيب يسعى في شيء اخر محاولة الثالثة والاخيرة جماعة الخير ثلاثة مو 23 ثلاثة بعد ثلاثة ثلاثة اخر محاولة اقرم اي رقم راح يجي راح اقلم اي رقم بعد اي رقم راح يجي راح نقبل فيه اخ يلا يلا يا رب يا رب يا رب تفائل تفائل اوكي المكان حلو جميل نقدر نقول هو مكان حق التحدي والله بقول تحدي القاضي لو كان هنا اوف دور دور على 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 البات اول انا نسوي خشب مضيع وقتي نسوي اكس مضيع وقتي هذا الاكس فهمت علي يبي كيف طيب لطيف بسيط خفيف لطيف كيف كيف بس بس كيف بس كيف يجيب لي كيف ماي صح والله مو كيف مو كيف مو كيف اوكي زي كذا 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 بسوي اكس وانا احس انه اقوى في نزول من هناك بطرف ثاني طرف ثاني في نزول هذه دجاجة طيب بات ايش اسمه مره يجي من فرد دجاجة اوكي بعد نزلت هنا وبعدين ما ادري ادور على بات اوكي حسب الريفين سكر بجي ايوه اصبر اصبر في خفاش في خفاش شايف خفاش شايف خفاش تعال يا خفاش تعال تعال تكفى تكفى تهرب مني خفاش 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 تكفى تكفى اصل خفاش تكفى خفاش 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 اتفاهم ليش قاعد ما ادري الرقم مين بيسويه انا صح انا الرقم هذا متخلي عنه انا انسان ما ابي سلام عليكم حطوا الارقام هذه تبون حطوها بالحال كوب بالعافيه عليكم
لكم العافيه، الرقم هذا خذته لكم بلاش، خذوا خفاش مع دبي امان الله. حطوا مرقام يا يسوونها حلو قبل، امان الله. الله يقطع ام الخفاش يا شيخ. تمام.